كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزنا إذا شئت سهلا. بعد، فإن كلمة الفقه تطورت في دلالتها عبر التاريخ، وكانت في أول الأمر تشمل جميع أو أكثر العلوم الشرعية التي تنظم علاقة الإنسان بخالقه عموما. فعرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها، فدرج في هذا الأمر علم العقيدة، وكان علما مشمولا بهذا الفقه، وكان يسمى فقها، واندرج فيه العبادات، واندرجت فيه المعاملات، واندرجت فيه الأخلاق والرقائق وما إلى ذلك. فكانت الدلالة دلالة شاسعة. لهذا لا نعجب حينما نرى أن الإمام أبا حنيفة حينما ألف كتاب الفقه الأكبر، ألف كتاب الفقه الأكبر، وكتاب موجود مطبوع، وإن كان هناك كلام في وهو كتاب الآن مشروع، ويقصد بالفقه الأكبر علم العقيدة والآراء أو المواقف العقدية موجودة في هذا الكتاب، هو مشروع، لأن الفقه يومئذ كان شاملا. لكن بعد ذلك تخصص هذا العلم، وأصبح الفقه دالا على هذا العلم الذي هو علم التعامل الشرعي، علم الأحكام العملية الجزئية المكتسب عن الأدلة التفصيلية. هذا العلم الآن أصبح فيما بعد علما، وأطلق عليه الفقه، أي هو بالذات فقه لشرفه. أي هناك فقه، لو شئنا أن نقول هناك فقه اللغة، وهناك كتب فقه اللغة موجودة، وفقه في كل المجالات هناك فقه. ها، لو قلت إني أقرأ أو أفهم الصرف وأنا أفقه الصرف فأنا فقيه بالصرف، لكان هذا الأمر ممكنا. لكن أصبحت الحقيقة الآن العرفية، إذا قيل فلان يقرأ الفقه لا ينصرف هذا الاسم إلى أي علم آخر إلا إلى علم الأحكام العملية الفرعية فقط. إذا تخصص لشرف هذا العلم، خص بهذه التسمية التي كانت فيما سبق شاملة. هذا الأمر. فما هو الفقه الآن باعتباره علما؟ قبل كنت أتحدث عن بعض ما تحدثت به فيما سبق في دلالته اللغوية، وبقيت هناك أشياء تركتها لم أذكرها في استعمالات الكلمة من ناحية اللغوية. الآن أتحدث عنه باعتباره علما، فيقال فيه إنه العلم بالأحكام العملية الفرعية المكتسب عن أدلتها التفصيلية. الفقه إذن علم، وهو علم بالأحكام تحديدا، وكل كلمة تحتل مكانها في أداء المعنى، لأن التعاريف هذه هي تعتبر من أدق ما كتبه المسلمون. تعاريف هذه الاصطلاحات هي من أدق ما كتبه، ولذلك لم يكتب فيها الكثير من الناس. ابن عرفة كتب في الحدود، حدود ابن عرفة، وبشرح، وهو مشروع موجود بشرح الرصح، ولكن حينما تقرأ كلام ابن عرفة تعرف أي شخص كان هذا الشخص، هذا ابن عرفة ليضع الحد. أصعب ما يمكن أن يتناوله ويشتغل به العالم هو وضع الحد، ولكن حينما يوضع الحد يجب احترامه والوقوف عليه وتفريعه وتحليله من أجل أخذ صورة عن، لأن الآن نحن نأخذ العلم كله، أي تعريف علم، لكن خلال هذا التعريف الواحد، ولذلك كل كلمة تحتل مكانها. هو العلم بالأحكام العملية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا يحيلنا أيضا ويدفع بنا إلى أن نتحدث عن كل كلمة واحدة، العلم والأحكام
والعملية والفرعية والأدلة التفصيلية لنفهم العلم ما هو الآن. ما هو العلم عموما؟ للناس اختلافات واسعة وكبيرة في قضية تفسير العلم، حتى قال بعضهم إنه لا يعرف، ولكن الناس اشتغال الناس بتعريف العلم. حينما يتحدث الناس عن العلم الآن لا يكلفون نفسهم بتعريفه. تلاحظ الفرق بين اهتمام المسلمين بالحقائق وإصرارهم على أن يعرفوا الأشياء كما هي في دقائقها، وبين من يتحدث بالكلمة لا يلقي لها بالا. هناك من يتحدث بكلمة العلم عدد من المرات لا يعرفها، وبالتالي يقع في أخطاء. وأما حينما تأخذ كلمة علم الآن بتعريفها الاصطلاحي، حينئذ ستعرف ما هو العلم مما ليس علما. بعد ذلك ستنضبط الأقوال وينضبط الفهم. العلم عند الحكماء هو التصديق، التصديق كيفما كان، كيفما كان، يقينيا أو ظنيا أو تقليدا أو وهما أو شكا. في جميع الأحوال يقولون إن هذا كله هو المسمى علما، وهذه كلمة واسعة عند الحكماء. هذا ليس تعريف الفقهاء، هذا تعريف الحكماء للعلم، وهو أولا منتقد، لأننا إذا كنا ندخل في مفهوم العلم الوهم، والوهم هو المرجوح في الفهم، الراجح يقابله الوهم. حينما نأخذ حينما تتساءل يكون هناك احتمالان، هناك راجح وهناك مرجوح، المرجوح هو الوهم. الوهم التقليد، أي دليل له، أي قوة له إلا قوة ثقة المقلد في المقلد، ليس له قوة أبدا. إذن هؤلاء قالوا إن هذا هو العلم، وكل ما ينضوي تحت هذا هو العلم. وهذا يكفي أن يقول يقال بأنه لا يصلح أن يكون تعريفا للعلم. قيل إنه معرفة الشيء على ما هو به في الواقع، ومعرفة الشيء على ما هو به في الواقع. وهذا التعريف يبدو أنه أقرب إلى الدقة نوعا ما، وإلى تحصين فكرة وضبط الفكرة. والواقع الذي يمكن أن نستقر عليه حتى لا يطول الكلام في تعريف العلم، وهذا يمكن أن يستمر جلسات متعددة تعريف العلم، لنختصر على قولهم إن العلم هو التصديق الجازم الثابت المطابق للواقع. هذا يكفي، ولكن يعرف العلم هو التصديق الجازم. ما معنى التصديق؟ التصديق هي كلمة أخذت ليس لها معنى الأخلاقي من الصدق أو عدم الصدق، وإنما فيه باب التفاؤل، من باب التفاؤل سمي بعض الكلام تصديقا. ذلك بأننا حينما نعلم الأشياء، نعلم الأشياء، نعلم جزئية من الجزئيات من غير حكم عليها، أي العلم الأولي الابتدائي ساذج. فمثلا لو رأيت ثلاثة أشكال أو أربعة أشكال لقلت هذا مثلث لأن له ثلاثة أضلاع، وهذا مربع، وهذه دائرة مثلا، انتهى الأمر. ولكنك لم تتجاوز هذا، إنما انطبعت هذه الأشكال في ذهنك، ولكن لك لا تستطيع أن تزيد على هذا. هل لها زوايا متساوية؟ مادة قياس الزوايا إلى غير ذلك؟ كيف تستخرج مساحة الدائرة؟ ما إلى هذا كله ليس لك به، وإنما علمت شيئا لم تستطع أن تحكم عليه بشيء. مثل ما نرى أن الإنسان يمكن أن يفاجأ يوما ما بمخترع جديد، بآلة ينظر فيها رآها ولكنه لم يستطع أن يتبين فيها أي شيء، لم يستطع، هو أدركها آلة كذا كبيرة أو صغيرة، ولكنه بحكم جهله بها لم يستطع أن يتجاوز حدود هذا. هذا يسمى تصور، يسمى تصور. لكن حينما ننتقل من هذه الدرجة، من درجة التصور إلى أن نلقي الأحكام ونصل بالأحكام، فنكون قد انتهينا إلى
تصديق. التصديق يأتي بعد التصور، تصور علم ساذج، ولكن التصديق هو الحكم على شيء عليه بهذا الشيء، نسبة الشيء إليه أو نفي الشيء عنه، فهذا هو الذي يسمى تصديقا. وهذه كلمة هي أصلها كلمة منطقية، ولكنها مستعملة في كل كتب المسلمين، فقهاء وغير فقهاء يتحدثون عن التصورات والتصديقات. هم يقولون إدراك المفرد، إدراك مفرد تصورا عليم، ودرك نسبة بتصديق وسم. قدم الأول عند الوضعي لأنه مقدم بالطبع. هذا كلام مناطق، فيه كلام، ولكن التصور والتصديق ليس في درجة واحدة، بل العلوم الآن هي تصديقات، والتصديق دائما يكون كلاما مركبا، كلاما مركبا، أي ما يسميه المناطقة قولا، يسمى قولا. التصديق قول، أي إثبات شيء أو نفيه عنه. هم يتصورون كلمة شيئا كان ملازما، يتصورون أن الشيء يوضع مثل ما توضع دابة الآن، وضعت دابة أو أقيمت دابة في مكان فهي موضوعة، فيأتي شخص ليركبها فيركبها، فيكون أحد هذين مركوبا وهو دابة، ويكون الإنسان راكبا هكذا، فيقولون إن هذا المركوب هو الموضوع والراكب هو المحمول. هذه الصورة هي التي يؤكدنا في المبتدأ والخبر، زيد موضوع، حاضر محمول، هي نفس صورة متخيلة للموضوع والمحمول، للدابة والراكب على الدابة، فيسمون المبتدأ إن شئنا سميناه في النحو مبتدأ، ونسميه في المنطقي موضوعا، خبر في النحو ومحمول في المنطق. إذن التصديق هو هذا الأمر، هذه النسب، هذه الأحكام، وهذا البداية، أي إنك حينما لا تصل إلى حكم لا يمكنك أن تتحدث عن العلم مطلقا، العلم لابد أن يكون هو هذه الحقيقة. لكن هذا التصديق الذي يؤسس الحقيقة، يؤسس المعرفة، يجب أن يكون جازما، جازما بمعنى أنك حينما تصل إليه تتأكد منه، لأنك توصلت إليه بكل الوسائل الممكنة من أجل الوصول إلى الحقيقة. فأنت إذا اعتقدته استيقنته وكان في كان جازما. معنى هذا أن ما لا يصل إلى درجة الجزم لا يسمى علما أصلا، لا يسمى علما. لو قلت أظن أن هذا هو كذا، هذا احتمال ظن، ولكنك لا يمكنك أن تصل به إلى درجة العلم. أتوقع، أعتقد كذا، ولكنك تذكر ذلك بألفاظ التمريض، التمريض لما فيهش الجزم، فيهش اليقين. في كل الأحوال أنت لم تصل إلى الحقيقة مطلقة. إذ لاحظوا الحقيقة العلمية أساسها وشرطها تصديق زيد وجزم، تأكد مما تقول. لذلك حينما يتحدث الناس عن بعض النظريات ويقابلونها بالنص القرآني، نظريات احتمالات في تفسير الكون، في نشوء الإنسان، هذه نظريات تحتمل. مثلا داروين له كتاب أصل أنواع، وتحدث ظن أنه كيف وجد الإنسان، هل كان أصله حيوان آخر كذا، ولكن داروين في الحقيقة كان أكثر احتياطا من الذين جاءوا من بعده، لم يقل أعتقد، كان دائما يقول أظن أعتقد، لم يكن يجزم، كان يتحدث عن هذا على أساس أنه يقول نظريات قابلة لأن تناقش. جاء الذين من بعده فصيروها حقيقة، ولم يقولها حقيقة، هو أراد أن يضع نظرية ليضع أي شيء، أي شخص نظرية. ها؟ النظريات ما أكثر النظريات التي عاشت عليها البشرية، ومع ذلك قد سقطت، ومع ذلك فالأرض تدور كما قال كوبرنيك. إذن هذه الأشياء ليس كثرة القائلين تعني الصدق والصواب فيما يقال، لكن حينما تأخذ الحقيقة القرآنية في نشوء الكون
ماذا تأخذ؟ تأخذ قول الله الذي أنشأ الكون. فحينما يتشكك الإنسان في القول القرآني في أن الكون خلق على هذه الكيفية، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب وكذا وكذا وكذا، وأنه خاطبه وأنه كان متكلما معه وأنه دخل الجنة وأنه خرج، حينما يتشكك الإنسان في هذا لن تبقى القضية أنه يتشكك في جزئية من الجزئيات، تبقى قضية شك في مصدر المعرفة، بمعنى أن هذا الإنسان يجب أن يراجع الإيمان كله، لأن الذي فعل هو الذي أخبر، الذي قال لك هكذا خلق الكون وهو الذي خلقه، ها؟ وهو دائما حينما يخبر الله تعالى لا يخبر عن الغير، يخبر عن نفسه، خلقناكم وصورناكم، فهو دائما يتحدث عن فعله، فتبقى قضية إلغاء الإيمان من الأصل. هذه مسألة لا تحتمل، قضية هذه المسائل لا تحتمل المناقشة، أو أنني أقبل أو أطرح الفكر موجود مكان الفكر، سأذكر هذا فيما بعد، ولكن هذه تضعها أمام قول يقول صاحبه لست متأكدا منه. أي داروين قلنا لست متأكدا، وانت تقول هو غير متأكد، وانت تضعه مع أمامه وتسقط به القول الذي قاله الذي صنع هذا الكون. فالقضية ما تبقاش قضية قضايا أن تصدق هذه الآية، قضية الإنسان قضية أن يؤمن أو لا يؤمن، إما يكون مع أهل الإيمان ولا ينسحب. قل أنا قاعد هذا الإيمان مع، وإلى صاحب الذي فعل كل هذه الأشياء والذي يخاطبك ويقول هكذا كان الأمر مني. إذن فلذلك أقول هذه مسألة مهمة جدا، قضية التصديق الجازم، وما لم يصل إلى أن يكون جازما ليس حقيقة علمية في منطق المسلمين على الأقل. أما الظنون أما الاحتمالات فهي مقدمات للعلم. حينما يريد العالم الآن أن يضع، غير المسلم يضع حقيقة ويستدل، يبدأها بالفرضية ثم يستطيع أن يدعمها أو تسقط، هذا الأصل. أما أن يكون العلم هو مجرد الظن فهذا لا يمضي على منهج الإسلام في تكوين الحقيقة. إذن فهذا شرط، وهو التصديق، وأن هذا التصديق الجازم الآن يقف أمام أحوال. فحينما تجزم تكون أمام الحقيقة، حينما لا تجزم وإنما يكون لك احتمالان، حينما يكون لك احتمالان فيكون هذا هو الشك الذي لا تجزم فيه بشيء، وحينما يستقر لديك أو تطمئن إلى أن أحد الاحتمالين أقوى يصير لك ظن، والمقابل مقابل الظن هو الوهم. إن هذه الحالات ممكنة في الحقيقة، الحقيقة للحالة الأولى يقين أنت جازم، الحالة الثانية أنت لست جازما وإنما أنت لك احتمالا، هذا يا شك. إذا رجحت أحد الاحتمالين شنو؟ ظن، ويكون المرجوح الذي في وهما، انتهت الأمر. هذه الحالات التي تكون يكون على الإنسان في أخذه بالحق، ولكن من هذه الأشياء ما يسمى حقيقة شنو؟ هو الجزم. وفي كل الأشياء التي نحن نعتقدها دائما خصوصا في باب المعتقد، لا يوجد عندنا في الإسلام شيء معتقد إلا وهو من قبيل الجزم، إلا وهو من قبيل الجزم. لذلك ذكرت في درس مضى أن الاستصلاح لا، أو أن الاستصحاب لا يستشهد به في العقديات، ذكرتم هذا، قلت إن الاستصحاب من آخر مراتب الفقه أو أدلة الفقه، وأن الاستصحاب لا يحتج به في العقديات، لأن العقديات يقينية والاستصحاب إنما هو دليل ظني من آخر الأدلة. إذن هذا شرط آخر قلت، وهو قضية الجزم والرسوخ فيما يعتقد الإنسان. ثم إن هذا الشيء الذي يعتقده الإنسان ويجزم به لا بد أن يكون ثابتا، هذا شرط يضعه البعض وقد لا يضعه البعض، قد تجدونه في بعض التعريف. الثابت هو المستقر
بحكم الضرورة أو بقوة الدليل، بحكم الضرورة أو بقوة الدليل. فهناك أشياء هي ثابتة ضرورة، نحن نعلم المعلومات من الدين بالضرورة، يعلم الإنسان أشياء هي في ذاته معلوماته، لأن المعلومات أو العلم العموم يقسم إلى قسمين، إلى علم ذاتي يحس به الإنسان داخله، أنت تحس الآن بالسرور لا يتناقش في أنك مسرور، أو تحس الآن بالتعب لا تناقش في أنك متعب، أو أنك جوعان لا تناقش في ذلك، لأن هذا العلم يسمى علما حصوليا حضوريا، هذا علم حضوري يحضرك. والعلم الذي تسعى إليه وتكتسبه هذا علم حصولي، العلم علمان حصولي وحضوري. فالعلم الذي تحسه أنت ولا يحسه الناس من حولك هو يقيني جازم ضروري، أنت الآن تحب شيئا، الناس من حولك لا يستطيعون أن لا أن يكذبوك ولا أن يقسموا أنك محب، أنت فقط الذي تعرف أنك تحب هذا الشيء أو لا تحبه، تبغض أو لا. هذه علوم، هذه أشياء داخل نفس الإنسان. والعلم الإلهي، العلم الإلهي لا يقال فيه لا حضوري ولا حصولي، هذا في العلم الإنساني تنبيه، العلم الإلهي لا يقسم لا إلى حصولي ولا إلى حضوري، هذا العلم البشري يقسم إلى هذين القسمين حصولي وحضوري. العلم الجازم أو الثابت إما كما قلت بحكم الضرورة وهو العلوم الحضورية، وإما بقوة الدليل كالإجماع، الإجماعات كلها ضروري، كلها قوية وأدلة قوية. قلت إذن إن الحقيقة العلمية أو ما يسمى علما يشترط فيه أن يكون تصديقا وأن يكون جازما أي متأكدا منه، ولكن ما أكثر التصديقات التي آمن بها الناس وصدقوها وعاشوا عليها وماتوا عليها ثم كشف الغيب بعد ذلك أنها كانت خطأ؟ ليس معنى أن كل ما يعتقده الإنسان ويجزم به صواب ويكفي، فالبشرية عاشت على أخطاء، أن الأرض ليست كروية وأن الأرض لا تدور، ولذلك حينما كان بعض المفكرين أو الفلاسفة والعلماء في أوروبا يناقشون الكنيسة ويناقشون في حق العالم الغربي في أن الأرض هل ليست هي محور الكون، والكنيسة كانت تقول لأن الأرض هي محور الكون لأن عيسى ولد عليها يجب أن تكون محور الكون، وكانوا يقولون بأشياء من هذا القبيل، وكانوا يقولون بأنها لا تدور، وأعطى كثير منهم حياته من العلماء الغربيين حياتهم في مقابل لأنهم قالوا بهذا وأحرقوا وعذبوا. ولكن فيما بعد أصبحت الأرض تدور، وكوبرنيكوس كان يقول ومع ذلك في الأرض ولو أحرقتموني فإن الأرض مع ذلك لن تتوقف ستدور ستبقى، لأن الحقيقة منفصلة، الحقيقة منفصلة، وهذه النقطة أريد أن أقف عندها. الحقيقة كما يتحدث عنها علماء المسلمين منفصلة عن شيء، عن الذات. حينما نأخذ بمبدأ وجودي نرى أننا نحن الذين نعطي، نحن من يعطي الحقائق معناها، أنت لأنك رأيت هذا الشيء فصار بك موجودا، نقول إن هذا لعب بالألفاظ. في الفكر اليوناني كان هناك طائفة زعمت أن ما يعتقده الإنسان ويجزم به هو الحقيقة، وهؤلاء هم السفسطائيون. ولذلك كان المفكرون والفلاسفة وكان سقراط يواجه هؤلاء يقولون هذا تدمير للحقيقة، لأن الحقيقة لا يمكن أن تكون نسبية، فاثنين زائد اثنين تبقى هي أربعة، ليس لأنك أنت معتقد أن اثنين زائد اثنين هي ثلاثة تصير ثلاثة، لا، هذا خطأ فيك. الحقائق منفصلة عن الذوات، ليست الحقائق نفسية. وكانت هناك جدال ونقاش، وكان سقراط يحدث بروتاغوراس ويقول له إذا كنت تعتقد بأن كل من يعتقد شيء هو صواب لماذا تعلم الناس إذن؟ إذا كنت تعتقد أن ما يعتقده الآخرون هو صواب
فلا يجوز لك أن تعلمهم، لأنك لا تعلم إلا وأنت تعتقد أنك تمتلك الحقيقة وأن الآخرين لا يمتلكونها. هذا أمر معروف وهذا موجود الآن، وإن تحدثت معكم في بعض الأشياء هذه بعض المباحث موجودة في كبريات الكتب الأصولية. هناك كتب أصولية مهدت بهذه الحقائق بتعريف العلم والوهم والظن وما إلى ذلك، لأن عليه يتأسس ما يأتي بعد ذلك من الحقائق. إذن هذا ليس شيئا شاردا عن أصول الفقه، وإن كان الناس يقرؤون في المختصرات ربما أو يدخلون باب الأحكام والواجب وما إلى ذلك، ولكن في بعض الكتب الأصولية القديمة هناك هذه الأشياء موضوعة. لو قرأتم بالحاجب وقرأتم بعض الكتب القديمة ستجدون أن هذا الأمر متوقف عنه عنده ومعتنى به. إذن فلابد أن يوافق هذا الذي نعتقده دليله الخارجي. ما هو الدليل؟ الدليل يختلف باختلاف موضوع الحقيقة. حينما نكون أمام الحقيقة الشرعية نعتقد بأن الصلاة واجبة أو ليست بواجبة، أو أن هذا مكروه أو ليس مكروها، فليس الأمر لنا أن نقول ما نشاء، بل لابد أن نحيل على المرجع الدليل. الدليل في هذه هو الشرع، فإذا ساند الشرع بنصوصه ما قلته فذلك الكلام صحيح ومؤيد بكلام الوحي، إذا لم يكن كذلك فكلامك مردود عليك وانتهى الأمر. إذا كنت أمام حقيقة علمية طبيعية تريد أن تتحدث في قضية فيزيائية أو كيميائية، فالاستدلال عليها يكون بالرجوع إلى الطبيعة، لا يسأل عنها الفقيه، يسأل عنها الطبيعي، لأنها اختصاصه ومجاله وميدانه وهو المرجع فيها، والطبيعة هي المرجع فيها. وهناك حقيقة ثالثة هي الحقيقة العقلية التي يرجع فيها إلى العقل، والعقل أيضا له منطقه وله شروطه ليقبلنا. هل يقول الناس أليس هذا شيء من الفلسفة الآن نحن نقرأه؟ ها؟ ربما يكون هذا بعيد عن أحكام الشريعة الإسلامية، ربما كاين ولا ما كاينش شيء. قرأوا حكمنا عقلي يزيد على عادات أو وضع الجناء أقسام مقتضاه بالحصر تماج وهي الوجوب والاستحالة الجواز فواجب ولا. هذه المقدمات هي هذه، وميز بين الحكم العقلي والشرعي والوضعي طبيعي. هذا من عاشر ناس يمرون يقولون هذا كلام فقط، هذا كلام نفيس جدا، وإن كان وضع للناس على أسئلة الطلاب أو يلي يحفظه الطلاب والتلاميذ الصغار، ولكنه كلام منظم للفكر هو الذي أذكره الآن. إذن فلا بد من الحديث عن المرجع. الذي يقع الآن ما هو؟ أن الإنسان يحمل إلى الناس فكرة من اجتهاده أو من رأيه أو ما يشبه، ثم يحاول بعد ذلك أن يدمغها بدم الشريعة ويقول هذا هو الإسلام، هذه الشريعة. هل استندت إلى آية؟ هو لا يعرف الآية أصلا. هل عرفت الحديث؟ هو لا يمر إلى الحديث. هل الحديث الذي ربما ظهر لك أن تستشهد به صحيح معمول به متروك؟ لا يعرف ذلك. ولذلك أقول من خلاف المنهج، هذا خلل في المنهج أن يتحدث في القضية الشرعية أو يؤصل القضية الشرعية من لا معرفة له بالأصول الشرعية، هذا خلل. كما أن من الخلل كذلك أن يتحدث في القضية الطبيعية من ليس من علماء الطبيعة تماما. لا نحب لواحد من غير المهتمين المختصين من الأشخاص من الفقهاء أن يتحدثوا في قضية مثل قضايا العلاجات وما أشبه ذلك والأشياء التي هي من اختصاص أناس درسوها ولهم علي ذلك تجارب وعرفوا علمهم. كذلك الأمر ما هو من أحكام العقل يرجع فيه إلى أحكام العقل بعد معرفة ضوابط العقل وقوانين العقل. إذن فنحن الآن أمام مرجع. إذن فالحقيقة العلم هو التصديق الجازم المطابق للواقع أو للدليل أو للموجب، والواقع أو الدليل أو الموجب يختلف باختلاف الموضوعات. على الأقل هذه الأشياء الحقول الثلاثة هي الجلية والواضحة. هذا كل ربما إن شاء الله يحتاج في الدرس المقبل أن يجب إيضاح هذه الأشياء. الحكم العادي يجب إيضاحه،
والحكم العقلي يجب إيضاحه والحكم الشرعي يجب إيضاحه، ومقاوم البعض في الحكم الشرعي. ولكن حينما يكون القضية حكما عاديا ما تقوليش هذا خلاف العقل. نقول لك أنا وقعت معجزة، النار لم تحرق إبراهيم، قولي هذا ليس، هذا ضد العقل. قل شكون اللي قال لك العقل؟ لا مدخل للعقل هنا، هذا ضد العادة، ليس ضد العقل، ضد العادة. العادة عرفنا منها أن الإنسان يحرق، صحيح، ولكن ما تسميش أنت العقل، لأنك أو فإنك لا تميز بين حكم العادة والعقل. ما الذي وقع الآن؟ الاستنساخ البشري، ماذا وقع فيه؟ خلاف العادة، أن الإنسان كان دائما يأتي إلى هذا الكون عن طريق لقاء امرأة ورجل. الاستنساخ جاء بطريقة حطم فيه العادة، وما قال أحد إن هذا منكر أو أنه خلاف العقل. خلاف العادة نعم، لأن العادة ليست لها الصرامة التي للحكم العقلي. العادة تتبدل وتغير، كل ما رأيتم الآن هو خلاف العادات التي عاش عليها آباؤنا. آباؤنا ما كانوا يعرفون أن هذه الآلة تتكلم، أو أنك ترى الشيء الآن في أوروبا وترى المحاورة أو شيء مما يجري في نفس اللحظة، لم يكن هذا، ولكن هذا واقع خالفنا به العادة ولكن لم نخالف به العقل. والذين لا يميزون بين حكم العادة والعقل يخطئون كثيرا، خصوصا حينما لا يريدون القبول بالإعجاز. والمعجزات هي مخالفات للعادة، ليست مخالفات للعقل مطلقا. ومخالفات العادة مجال مفتوح، وكل يوم هذه العادات تتغير، وكل يوم يصير الإنسان شيئا لم يكن له في الوجود من قبل. ولو أن إنسانا قيل له منذ سنوات إن الإنسان سيطير ما كان ليصدق ذلك، ولكنه حينما وقع الأمر، لأن الإنسان كسر العادة وفتحت له أبواب. وكل ما يفعل الإنسان هو هذا الأمر، أي البحوث العلمية إنما تحاول أن تكسر العادة. هذه البحوث العلمية تريد أن تأتي بأشياء جديدة، بعلوم دقيقة، بعلوم لم يكن للناس بها عهد ولا قبل، والناس مع ذلك يقبلونها ويستفيدون منها ويستعملونها. إذن هذا إن شاء الله يمكن إرجاء بعضه إلى الحصة المقبلة إن شاء الله، لأستأنف الحديث عن بقية شروط الحكم العقلي، الحكم العقلي والعادي، ولأني الحديث عن معنى العلمي وعن العلم في الفقه، لأن العلم في الفقه له أيضا خصوصيات أخرى. أرجع هذا إلى اللقاء المقبل إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.